السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين على انكسكيب، ساعات بنحتاج جايد لينا في الشغل بتاعنا، فبتيجي هنا على المسطرة وتسحبها بالشكل دوت اهوت. خلي بالك طول ما انت عامل سيلكت عليها بيديك لون احمر، لما تسيبها بتاخد اللون الازرق. ممكن تيجي على اي واحد فيهم وتدوس عليه مرتين وتختار له اسم تقدر تلاقيه من خلاله، وتختار له لون معين خاص بيه، وتشوف الاكس والواي، وممكن حتى تديله زاوية لو انت حابب بشكل دوت. وممكن كمان تقول له لوك على اساس محدش يقدر يحركه بعد كده. ممكن تيجي من هنا تجيب حاجة مايلة بزاوية 45 بالشكل دوت. وممكن من فيو تقول له انا عايز اشوف الجايد او مش عايز اشوف الجايد. طيب لو انا عندي اي شكل موجود وليكن مثلا بالشكل دوت اهو، هو طبعا في تجاذب مع الجريد بس انا مع الجايد، بس احنا خلينا نعمل عنصر من غير تجاذب. واجي هنا على اوبجكت واقول له اوبجكت تو جايد، يبدا يرسم لي الجايد في المكان اللي فيه العنصر دوت.